السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع برج باريريج لنتعرف على الأشغال، آخر الأشغال نتاع الإزدواجية الطرقات في هذه الولاية المحورية التي تقع وسط البلاد واللي فيه عدة مشاريع تاع إزدواجية الطرقات. الحمد لله الآن السلطات العليا في البلاد يبدو أنها تأخذ هذه المشاريع بجدية كبيرة، ونخليكم تابعوا هذا الفيديو الرهيب، يعني فيديو من السماء بالدرون عن الأشغال الكبرى نتاع الإزدواجية الطرقات حول المدينة تاع برج بوعريريج باتجاه المسيلة خاصة وفي محاور أخرى لربط بلديات الولاية عاصمة الولاية. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع عن الأشغال نتاع الإزدواجية نتاع الطرقات في ولاية برج بوعريريج. نترككم تتابعون والسلام عليكم. هي الأم برج بوعريريج، المنطقة الصناعية الثانية مصطفى فينا، والمنطقة الصناعية الثالثة العش على مستوى بلدية العش. هذا الطريق الاستراتيجي كذلك يعتبر منفذ ازدواجي لمنطقة الأضلاع. مشروع هام آخر كذلك هو إعادة الاعتبار الطريق الوطني رقم 106 في شقه المزدوج ما بين مجانا وبرج بوعريريج. هذا كذلك سوف يربط المنطقة الشمالية ويفتح آفاق أخرى للولاية من المنطقة الشمالية، ويتقاطع في أهدافه مع الطريق المزدوج الآخر رقم 76 ليربط كذلك جزء من المنطقة الشمالية وخاصة ربط منطقة زمورة وكل بلدياتها عند حدود ولاية سطيف، واللي يعطي إضافة حقيقية أيضا للقاعدة الاقتصادية والاجتماعية لولاية برج بوعريريج. الغلاف المالي المرسوم لكل هذه العمليات يفوق 1500 مليار سنتيم. من خلال هذه البرامج سوف نطمح الى وضعها في الخدمه اقصى تقدير، يعني ابتداء من نهايه شهر جوان نبدا في تسليم بعض المشاريع اللي ذكرتها انفا، منها الطريق الازدواجي المسيله وكذلك الطريق 106 والطريق الوطني كذلك رقم 5 اللي حين يعرف توسيع هامه من خلال اضافه النوتر كولوار لهذا